إلينا أيضا دكتور طارق رحمي محافظ الغربية. دكتور طارق أهلا بحضرتك. يمكن الغربية طبعا محافظة مهمة في المرحلة الثانية، إزاي حضرتك ممكن تقول لنا تفاصيل أكتر عن المحافظة واستعداداتها وما قمتم به حضراتكم؟ يا فندم برحب بحضرتك وبطمنك، محافظة الغربية الحمد لله أتمينا كل الاستعدادات من أمس. كان عندي جولة تفقدت فيها الثمان مراكز ومدن الحمد لله، حوالي يمكن 50 لجنة انتخابية مرينا عليهم بشكل عشوائي عشان نتأكد من مدى جاهزيتهم. احنا عندنا الحمد لله 7 دوائر انتخابية و661 لجنة أو مقر انتخابي و1159 لجنة انتخابية، عدد الناخبين 3,450,000، وكل اللجان الانتخابية الحمد لله مجهزة من الداخل، سواء كانت الغرفة بتاعة الاقتراع بكل المتطلبات بتاعتها، العلامات الإرشادية، الإجراءات الاحترازية، توفير الكمامات والمطهرات، أيضا هناك بعض الشعارات اللي موجودة خارج اللجان علشان تحفز الجماهير على الإقبال على الانتخابات، رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات وفي الإسعاف أيضا، كل الإجراءات الحمد لله متخذة وإحنا جاهزين لا ينقصنا إلا نزول الجماهير إن شاء الله المواطنين عشان يدلوا بأصواتهم بإذن الله. طيب يا دكتور طارق، بالنسبة لغرفة العمليات في المحافظة، التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، التنسيق كمان مع وزارة الصحة، لو حضرتك توضح لنا التفاصيل دي لأنها تفاصيل مهمة بتهم كمان لو في مواطن عنده شكوى، لو في مواطن عنده أي ملاحظة في اللجنة الانتخابية اللي هو موجود فيها يتقدم بيها إزاي، هل على صفحة المحافظة ولا على غرفة العمليات، يعني لو توضح لنا التفاصيل دي. في الحقيقة احنا عندنا طبعا غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة بتضم ممثلين من كل الجهات المعنية ولها علاقة بعملية الانتخابات، زي ما حضرتك تفضلتي فيها الصحة وفيها المياه والكهرباء والإسعاف والتربية والتعليم وكل من له يعني لجنة انتخابية تنتمي إليه موجود، يعني مثلا الزراعة، الشباب والرياضة، التضامن، كل دول لهم انتخابات أماكن للجان انتخابية في المقر بتاعته فموجودين معانا، إلى جانب طبعا القوات المسلحة والشرطة. لو في أي مشكلات بنحلها، عندنا متابعة على مدار الساعة مع وزارة التنمية المحلية مع وزارة الصحة، لو في أي مواطن عنده يعني أي مشكلة دائما يتواصل من خلال خدمة المواطنين أو الأرقام الساخنة اللي موجودة في المحافظة أو يتوجه إلى أقرب مركز ومدينة وبيتقدم بشكوته بتصلنا على طول في غرفة العمليات. وعايز أقول لحضرتك إن كل مركز ومدينة في غرفة عمليات مصغرة على تواصل مستمر معانا بحيث ينقل لنا أي مشكلة نقدر نحلها في التو واللحظة بإذن الله. طيب لحد دلوقتي يا دكتور، قبل فتح اللجان في أي دائرة أو في أي لجنة فرعية وصل لحضرتك إنها اتأخر فيها القضاء مثلا أو فيها تأخر في الإجراءات أو تعطلت لأي سبب ايا كان، ولا كل اللجان هتفتح خلال الخمس او الثماني دقائق القادمه؟ الى الان مفيش اي اختار باي مشاكل او تاخر لابتدى القضاه، واحنا عندنا مندوب في كل لجنه بيبلغنا يعني اول باول بميعاد فتح اللجان وبالمشكلات، لو في اي مشكلات لا قدر الله بيبلغنا بيها وان شاء الله ما يكونش في اي مشكلات وتمر الامور على خير باذن الله. طيب انا بشكر حضرتك دكتور طارق رحمي محافظ الغربيه، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به.